البوذية والهندوسية هي كلها أديان وضعية، وضعية يعني من وضع البشر، وما هي من الأديان السماوية. الفرق بينهم بنتكلم عن الهندوسية. الهندوسية ما أسسها شخص واحد، وأغلب الهندوس من الهند. وأديان الهندوسية هم يؤمنون بمجموعة آلهة، آلهة ما أدري شو، آلهة ما أدري شو، المهم مجموعة آلهة. والغريب أهم فرق، هم يقسمون المجتمع على حسب نظام الطبقات، أنت من أي فصيلة، من أي مجتمع. والمعابد عندهم مخصصة، هذا المعبد للإله هذا الشيء، وهذا المعبد للإله، يعني كل إله له معبد خاص. أما البوذية فأسسها غوتاما بوذا. أغلب الناس اللي داخلين في الديانة البوذية من دول شرق آسيا، والديانة البوذية يؤمنون بإله واحد بس ما يركزون عليه. وأهم شيء في الديانة البوذية على السلوك الأخلاقية، فهم يؤمنون بأن جميع البشر متساوين. أما من ناحية المعابد فقط لبوذا.